وكذلك اليوم كل المعطيات والمؤشرات هي تشير بأن التيار الصدري يوما بعد يوم بدأ يكون قريب للنزول إلى الشارع العراقي، والإطار التنسيقي هم على يقين بأن التيار الصدري إمكانياته وقاعدته الجماهيرية لا يمكن أن تتصدى إليها أي جهة مهما كانت، لكون يمتلك إمكانيات ويمتلك قاعدة جماهيرية وتأييد. أن أقول كلمة بين هلالين أستاذ باسل، أستاذ باسل لا يؤيد أستاذ باسل، أستاذ باسل أي فقدنا نعم، أنت نعم، من نعم، قلت نعم، أقول كلمة بين هلالين فقدنا نعم، الاتصال. تفضل كمل لو سمحت. نعم نعم نعم، بين هلالين حتى التيار الصدري الذي بعض الأطراف الذي كانت لا تؤيد التيار الصدري من الشارع العراقي بعد هذه الأزمات التي دخل بها العراق في هذه الحكومة بدأ يقترب من التيار وبدأ يؤيد التيار وقال كلمته، قال بأن التيار على حق. فبمعنى القاعدة الجماهيرية الذي يمتلكها التيار في الوقت الحالي هي أكثر من القاعدة الجماهيرية السابقة. فاليوم الأخوان أرادوا أن يدركوا أنفسهم فيجلسوا ويعطوا من جديد بأن وعود إلى الشارع بأن الانتخابات سوف تكون هنالك انتخابات. ما شاء الله في العراق ليس لدينا انتخابات دورية ولكن انتخابات مبكرة، في كل يوم تصبح هنالك انتخابات مبكرة. بس